خطى الأردن خطوات ثابتة في مسيرة التنمية والإصلاح، فحقق إنجازات وضعته في المصاف الأولى للدول الحديثة ليصبح نموذجاً للتنمية والاستثمار والتطور المستمر بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة وسواعد أبنائه الأوفياء. ورغم الجهود الوطنية المبذولة، ما زال الأردن يواجه تحديات كبيرة، أبرزها النمو السكاني المرتفع، حيث تضاعف عدد السكان أكثر من 10 مرات خلال السنوات 55 الماضية نتيجة للزيادة الطبيعية والهجرات. وكانت الزيادة الأكبر خلال عام 2011 نتيجة أزمة اللاجئين السوريين، حيث أدى تضاعف عدد السكان إلى عدم التوازن ما بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي، فشكلت ضغطاً كبيراً على موارد الأردن المحدودة وقطاعاته المختلفة، وأصبحت معيقة للتنمية، حيث بلغ عدد سكان الأردن حوالي 9.5 ملايين منهم حوالي 6.5 ملايين من الأردنيين وحوالي 3 ملايين من غير الأردنيين بنسبة 30%. ولا يزال المجتمع الأردني فتياً، حيث يشكل الأطفال ومن هم أقل من 25 سنة النسبة الأكبر منهم، أي حوالي 54% من السكان. أما معدل الإنجاب الكلي فقد بلغ 3.38 طفلاً لكل امرأة في سن الإنجاب، وإذا ما استمر هذا المعدل على حاله فسيزداد عدد السكان الأردنيين بصورة كبيرة ليصل إلى حوالي 9 ملايين في عام 2030، ويتعدى 13 مليون نسمة في عام 2050، مقابل حوالي 8.5 ملايين نسمة عام 2030، وحوالي 10.5 مليون نسمة عام 2050، فيما لو انخفض معدل الإنجاب إلى 2.1. إن الأردن على أعتاب تحول ديموغرافي في التركيب العمري للسكان يعرف بالفرصة السكانية، والتي تظهر عندما يبدأ نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية من 15 إلى 64 سنة بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين في الأعمار أقل من 15 سنة وأكثر من 65 سنة، حيث يتوقع أن تكون ذروتها في الأردن عام 2040 حين تبلغ نسبة السكان في سن العمل أعلى مستوى لها، مما سيحسن من المستوى المعيشي لأفراد المجتمع الأردني. ولتحقيق غاياتها تحتاج الفرصة السكانية لاستجابة صانع القرار نحوها من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية كلية وقطاعية للانتفاع منها مستقبلاً. إن الزيادة السكانية الكبيرة الناتجة عن ثبات معدلات الإنجاب الحالية ستشكل عبئاً على القطاعات التنموية الأساسية في المملكة، بحيث تصبح الحكومات عاجزة عن مواكبتها في ظل شح الموارد في الأردن. فإذا تناولنا القطاع الصحي مثلاً، سنجد أن تزايد عدد السكان سيشكل ضغطاً كبيراً على الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوفير المرافق الصحية والأطباء والممرضين. وإذا ما استمر معدل الإنجاب على حاله، فستزداد كلفة الرعاية الصحية من حوالي 2 ملياري دينار عام 2015 إلى حوالي 2.8 ملياري دينار في عام 2030، لتصل إلى ما يزيد عن 4 مليارات عام 2050. لكن في حال انخفاض معدل الإنجاب، فإن كلفة الرعاية الصحية ستزداد من حوالي 2 ملياري عام 2015 إلى حوالي 2.7 ملياري عام 2030، لتصل إلى حوالي 3.5 مليار عام 2050. وعليه فإن حجم الوفر المتوقع ما بين عامي 2015 و2050 يقدر بحوالي 11 مليار دينار وفق سيناريو الإنجاب المنخفض. وفي قطاع التعليم، ستحتم زيادة معدلات النمو السكاني على الدولة التوسع بشكل كبير في إنشاء المدارس الجديدة ومتطلباتها، وتوظيف المزيد من المعلمين لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة. ويقدر إجمالي كلفة الطلاب والمعلمين في حال ثبات معدلات الإنجاب بحوالي 56 مليار دينار، مقابل حوالي 45 مليار في حال انخفاض معدلات الإنجاب. ويقدر فرق الكلفة بحوالي 11 مليار دينار خلال 35 سنة القادمة، وسيمتد الأثر إلى خدمات البنية التحتية والبيئة والغذاء
وحصة الفرد من الطاقة والمياه المحدودة، إلى جانب التأثيرات الاجتماعية ومنها ارتفاع معدلات الجريمة. تجدر الإشارة بأن ما تطرقنا إليه يشمل المواطنين الذين يحملون الجنسية الأردنية، إلا أن التأثير لا يتوقف عندهم، فالأردن يستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين والعمالة الوافدة، مما يؤثر بشكل كبير ومباشر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويزيد العبء على الخدمات الأساسية والموارد الوطنية المحدودة. إذ قدرت الحكومة المتطلبات الإضافية نتيجة أزمة اللاجئين السوريين بحوالي 5.5 مليار دينار ما بين عامي 2017 و2019. وكما رأينا، فإن زيادة معدل النمو السكاني غير المدروس يولد تحديات كبيرة من شأنها التأثير على كافة القطاعات التنموية، وهذا يتطلب التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لترشيد النمو السكاني كمتطلب أساسي، مما سيوفر على الأردن مليارات الدنانير خلال 30 سنة القادمة، وسيساهم في تحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الرفاه للمواطن الأردني.